شدد السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت على أن العلاقة بين الكويت ومصر تاريخية، وأن الارتباط بين الشعبين هو ارتباط دم وهو نموذج للأخوة. جاء ذلك خلال انطلاق الموسم الثقافي المصري لهذا العام تحت رعاية السفير شلتوت وبالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية، وبحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بالإنابة عيسى الأنصاري. وجمع الحفل تحت قبة مسرح مكتبة الكويت الوطنية نخبة من الفنانين والمثقفين وشخصيات علمية من الكويتيين والمصريين الذين تم تكريمهم من قبل السفير شلتوت على عطائهم الكبير طوال مشوارهم المهني وعلى ما حققوه من إنجازات في مختلف الفعاليات والمناسبات. تكريم كوكبة من رموز المجتمع الكويتي في شتى المجالات العلوم والثقافة، وأيضا تكريم بعض الرواد من المصريين التي تقدم لهم إسهامات مضيئة في مجالات تخصصاتهم. وبالتالي نحن سعداء اليوم أن تكون هذه الاحتفالات تتواكب بعيد العالمي للمعلم، وأيضا تتواكب بذكرى حرب أكتوبر التي جسدت روح التضامن العربي، التي جسدت تلاحم بين مصر والكويت، وروى دماء الرمال الطاهرة زكية جيش البلدين. وبالتالي هذه الاحتفالية أيضا تتواكب مع ذكرى مولد النبوي، ودعينا مولى عز وجل أن يعيد على بلادنا كلنا الأمن والأمان والاستقرار تحت قادة الحكيم القادتي البلدين. وبالتالي هذه الاحتفالية هي تجسد المعنى الحقيقي للتلاحم بين مصر والكويت، وأيضا هي جزء من رد الجميل لكل الأساتذة والكوكبة التي كانت متواجدة اليوم، التي أسهمت بعلمها وبقيمها للمجتمع العربي أجمعين. من كويت الإنسانية إلى مصر العروبة، نفتخر نحن ممثلين عن معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن إبداح المطيري، الذي كلفني أنا الأمين العام الدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام مجلس الثقافة مجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب، بحضور سعادة سفير جمهورية مصر العربية السيد أسامة شلتوت بهذا اليوم الجميل في المكتبة الوطنية، هذا الصرح الوطني الذي أتحفتنا في الحقيقة السفارة المصرية من خلال المكتب الثقافي بتكريم نخبة من رواد الثقافة بتجلياتها المتنوعة، الأدب والنحت والفنون التشكيلية والرواية والقصص، ومرادفا مع احتفال بيوم المعلم العربي. لذلك نحن سعداء بهذا اللقاء الكويتي المصري، سعداء بهذا التعاون، سعداء بهذا الحقيقة الإبداع المستمر. كل الدعاء لأمتنا العربية بمزيد من التقدم والازدهار.